السلام عليكم. خبر متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بعد فتاة الشروق رحمة الله عليها حبيبة الشماعة، مكسيكية توثق تعرضها للتحرش من سائق بمصر. نادية ذات الأصول المصرية السودانية اللي أكدت إن هي اتعرضت للتحرش الجنسي واللفظي من أحد سائقين الأوبر اللي تحرش بها زي ما قلنا جسديا كمان، ولامس إيديه رجليها في الوقت ده. انا ما اعرفش كانت قاعده جنبه ولا كانت قاعده ورا علشان كده عمل الحاجه دي كلها، غير كمان الحاجات اللفظيه اللي هو قالها مباشره ليها والايحاءات الجنسيه اللي حصلت ليها. ناديه اللي هي صاحبه الاصول المصريه السودانيه اللي اخدت الجنسيه المكسيكيه، اللي ركبت احد وسائل المواصلات الخاصه اللي هي الاوبر وركبتها، وبعد كده وثقت اللحظه بتاعتها بالفيديو بالصوت والصوره، وبتقول ان هي تعرضت للتحرش بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده كله. وبعدها على طول المحامي بتاعها اللي رفع قضية على شركة اوبر في المقر الرئيسي بتاعها في الولايات المتحدة الامريكية عشان يقول لهم ان احد الافرع بتاعتكم اللي متواجدة في مصر ما بتشتغلش كويس، وما بتختارش الزبائن، وما بتختارش الناس اللي شغالين معاها في العربيات او اللي هم بيسوقوا العربيات، ما بيختارهمش بطريقة كويسة. وعلشان كده ادي التحليل الاخراني اللي هو كمان واحد شارب مخدرات وتعرض لموكلتي اللي هي نادية صاحبة الاصول اللي احنا قلنا عليها السودانية المصرية واخدة الجنسية المكسيكية. خلص الموضوع. بغض النظر ان انا متفق مع اوبر او مش متفق مع اوبر، انا واحد من الناس ما بحبش الموضوع ده تماما. التاكسي العادي اللي هو الابيض في اسود ولا الاصفر في برتقاني ولا الابيض في احمر، التاكسي العادي جدا ده اللي انا اعرفه. لكن موضوع اوبر او مثلا عشان مراتي او علشان بنتي او علشان اختي او علشان ما ان هم بيركبوه برضو، بس احنا بنتكلم في العموم، ده رايي. انا مش متفق مع حد في حاجه زي كده، وخصوصا ان انا واحد من الناس اشتغلت في موضوع الجريمه ده فتره كبيره جدا، اديلي اكتر من 23 سنه شغال في موضوع البرامج الجنائيه. ما اعتقدش مثلا ان الاوبر ده ممكن يحصل منه مليون مشكله، بمعنى ان واحد ممكن يبقى شغال وبيقول ان انا شغال في حاجه زي كده، وممكن يكون بيشقط واحده ولا بيكلم واحده بنت مثلا مش متربيه، اسف في الكلمه، نحط تحتها اكتر من خط الكلام مش ليكم ولكن الكلام بصفه عامه. ممكن بنت ما تبقاش متربيه بعد كده تركب مع الراجل اللي هو السائق وائل اوبر ده على اساس ان هو سواق، وفي الاخر ان هو يطلع شقتها او صاحبها او ايا كان، وابوها لما يسالها او امها لما تسالها تقول لها انا كنت لك بتاكسي وما كانش في اي مشكله في حاجه زي كده، ده تاكسي خاص. وخلاف 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 وخلافه، واحد مثلا ممكن يركب برضه ويركب مع واحده بنته وبعد كده يحاول برضه ان هو يستقطبها، والادبها ما تتصلش او ما تتكلمش بالاداره اوبر ولا تتكلم ولا تعمل له حاجة معينة أو شكوى معينة. الموضوع ده منتشر جدا، فأنا عشان كده رأيي فيه صارم، ولكن الموضوع ده تحديدا بتاع البنت دي اللي هي نادية اللي هي تعرضت للموضوع ده، أنت جاية من المكسيك أو جاية من هناك لمصر عشان تتحرش بيكي هنا في مصر وعشان تعملي قضية ترفعها هناك في أمريكا لشركة أوبر ولا مش عارف إيه، الموضوع فيه شوية غرابة شوية بالنسبة لي، معرفش صح ولا غلط، مش هتفرق كتير. أنا موضوعي حاجة معينة. حبيبة الشماعة رحمة الله عليها كان الكلام فيه واضح جدا، حتى لما السواق قال انا ما عملتش اي حاجة، انا كل اللي بعمله كنت بحط برفان، ولكن في الوقت ده كله البنت مش هتنط من التاكسي او مش هتنط من العربية الا لما يكون فعلا حصل لها حاجة معينة. مش معقول هترش على نفسك وتنط، ما علينا مش تفرق كتير، ولكن في المجمل في الموضوع ده تحديدا بتاع البنت اللي هي جنسية مختلفة او الجنسية المختلطة، اعتقد ان الموضوع شوية فيه شوية شك، ولو راح تفكر بدماغه ايه ده هيجيبها كده ولا دي هيجيبها كده، وهي عشان تركب مع واحد سواق او عشان تركب مع واحد تاكسي خاص تركب قدام ولا تركب ورا، انت مش هيركب مع حاجه، مش هيركب معاكي حد تاني، المفروض ان انت تركبي ورا، ما اعتقدش ان انت هتركبي جنب السواق. فكروا فيها كده شويه، هتلاقوا ان الموضوع شكله كده غريب شويه، ولكن في المجمل ليكي في الحق في الاخر اللي حضرتك تعملي محضر، والشرطه تطلع التحريات، والشرطه برضو تطلع الراجل ده للنيابه، والموضوع حقك تاخديه 100%، والمحامي بتاعك شغال في الليله، واعتقد ان الموضوع هيبقى في ايدنا في الوقت الاخير. موضوع حبيبه الشماعه رحمه الله عليه برضو عمل قلق كتير لناس كتيره جدا، يا ريت تفكروا في اولادكم هيعملوا ايه قبل ما يروحوا لاي مواصله يركبوها. السلام عليكم.